يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، كم المدة تقريبا التي تكره فيها الصلاة قبل طلوع وغروب الشمس في الدقائق المعروفة باليوم؟ الشمس ترى، إذا رأيت الشمس مرتفعة صل صلاة الضحى، رؤية العين. نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما هو ضابط ثوب الشهرة؟ فإذا كانت الشمس محجوبة عن ما تراها ترجع إلى التقويم، تشوف ايش تشرق عليه الشمس وتزود دقائق بعد إشراقها وتصلي.